في السن صحيح، لكن ما اعتقدش ان حد يبص له ان هو صغير، ده عنده خبرات كتيره جدا وكبيره جدا، وتحديدا مع الاهلي يعني في كل المواقف بقى، يعني سواء كان متعادل مغلوب فايز متقدم اثناء اللقاء ولا حاجه، فالخبرات دي كلها بيجمعها الراجل في ذهنه. ايا كان بقى دماغه هتبقى ماشيه ازاي وهيتلعب ازاي، احنا اعتقد ان احنا يعني مش محتاجين حد يقول لنا التشكيله هتبقى عامله ازاي في فرقه التراجي، لان احنا حافظينها عن ظهر قلب، زي ما حافظين فرقه الاهلي وطريقه اللعب بتاعه الاهلي هنبقى حافظين برضو طريقه لعب الترجي. طب تعالوا نشوف كده الترجي هيلعب ازاي بالطريقه بتاعته ازاي والتشكيله ازاي. دي تشكيله الترجي احنا عاملينها بطول الملعب، هي طبعا مش هتبقى بالشكل ده، لكن عشان اسماء عندكم تبقى حافظينها، كل جماهير النادي الاهلي وكل المتابعين للنادي الاهلي والمساندين للنادي الاهلي لازم تبقى عارفه واحد واحد من فرقه الترجي وامكانياتهم وقدراتهم عامله ازاي. ده انا كده طالع ولا الدنيا ايه؟ انا هقلب فيها دكتور توفيق عكاشه. ها